بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ونواصل الحديث على الآيات، قد وصلنا إلى قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فيؤخذ من ذلك أن الإنسان ضعيف في جسمه وضعيف في إرادته وأنه لا وضعيف في رأيه، وأنه لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا وكله إلى نفسه فقد وكله إلى ضعيف. فالعبد بحاجة إلى الله جل وعلا. ويؤخذ منها تحريم أكل الإنسان لمال نفسه ومال غيره في غير وجه شرعي، فيحرم على الإنسان أن يتلف ماله أو ينفق ماله، يحرم على الإنسان أن ينفق ماله أو يتلف ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. فيجب على الإنسان أن يحفظ أمواله ولا يضيعها، كما أنه يحرم عليه أن يسرف في الإنفاق منها. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قال جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك لا يبذر الإنسان ماله ويبدده بغير فائدة. قال سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فلا يقول الإنسان: هذا مالي وأنا حر أتصرف فيه. فالمال مال الله جل وعلا، وإنما الله استخلفك فيه وابتلاك به لينظر كيف تعمل فيه. فالمال فتنة، كما قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكذلك لا يأكل الإنسان مال غيره بغير حق، يعني يأخذه بظلم أو بغصب أو بسرقة أو بخيانة أو غش في معاملة أو ربا أو ميسر أو رشوة أو غير ذلك من أوجه الكسب الحرام، فإن هذا كله يدخل في أكل المال بالباطل، ويدخل فيه أيضا أخذ المال بالخصومات الفاجرة التي يستولي فيها الإنسان على أموال الناس بواسطة الخصومة الفاجرة. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فحكم الحاكم لا يحل الحرام، إنما الحاكم يحكم بما يظهر له. فإذا كان على غير ما ظهر له وأخفى الخصم، أخفى الحقيقة وزور، فإن حكم الحاكم لا يبيح له أخذ مال غيره بالتزوير واليمين الفاجرة والدعاوى الباطلة. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم
وأنتم تعلمون. فأموال الناس محترمة كدمائهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ فأموال الناس محرمة ولا يجوز أخذها إلا بطريق شرعي يبيح له الاستيلاء عليها. ويؤخذ من هذه الآيات أن الإنسان ليس حرا في ماله، بل هو مقيد بشرع الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهو الذي أعطانا هذه الأموال، وهو الذي حرم علينا أن نأكلها بغير حق، فلسنا أحرارا فيها، وإنما نحن مبتلون ومختبرون فيها، هل نحسن أو نسيء فيها، ونحن محاسبون عن هذه الأموال اكتسابا وإنفاقا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، عن عمره فيما، حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أفلاه فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. فالشاهد من هذا أنه يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلست حرا في هذا المال، وإنما أنت مقيد بشرع الله سبحانه وتعالى. يؤخذ منها إباحة الاتجار وسائر المعاملات المباحة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه أباح لنا طلب الرزق بالتجارة، بالمؤاجرة، بالاكتساب، بغير ذلك من وجوه الكسب الحلال. فكل طريق مشروع يحصل به على المال فإنه طريق طيب وطريق مباح. ويؤخذ من هذه الآيات اشتراط التراضي في العقود، وأن العقود من بيع أو غيره أو إجارة أو عقد نكاح أو غير ذلك لا بد أن تكون برضا الطرفين، لا بد أن تكون برضا الطرفين. فإذا أكره أحد منهما أو أكره جميعا على هذه العقود فإنها لا تصح، قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويؤخذ منها تحريم عقود الإجبار بغير حق. أما الإجبار بحق فإنه لا بأس، فإذا أجبر الإنسان على بيع ماله ليسدد ما عليه من الديون المطالب بها فإنه يكون هذا الإكراه بحق ولا يكون باطلا. ويؤخذ من هذه الآيات شيء عظيم، وهو تحريم قتل الإنسان لنفسه أو نفس غيره. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. انظر إلى هذا، وهو أن الله أرحم بعبده من العبد لنفسه، فهو أرحم بك من نفسك لنفسك. إن الله كان بكم رحيما. وسواء كان قتل الإنسان لنفسه أو كان قتله لغيره فإنها جريمة عظيمة وسفك للدماء، سواء كان هذا الذي قتل نفسه يريد التخلص من ضائقة أو من شدة، أو أنه يعرض نفسه للخطر. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإنسان مسؤول عن نفسه، لا يقتلها
ولا يعرضها للخطر إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة. إذا كان هناك مصلحة راجحة في تعريضها للخطر فإنه لا بأس بذلك. الإنسان يجاهد في سبيل الله، يتعرض للقتل والجراح، لأن المصلحة في الجهاد في سبيل الله أعظم، المصلحة أرجح من المضرة التي تحصل في الجهاد، وإلا هو فيه مضرة لكن المصلحة فيها أرجح. لذلك يباح الجهاد في سبيل الله، وليس هو من قتل النفس أو من الإلقاء إلى التهلكة. أما أن الإنسان يعرض نفسه لخطر أو يقتل نفسه وينتحر وليس هناك مصلحة راجحة، فإنه قد باء بالإثم والوعيد الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويؤخذ من هذه الآيات وصف الله بالرحمة لعباده، إن الله كان بكم رحيما، وهذا من أسماء الله الرحمن الرحيم، ومن صفاته الرحمة بعباده جل وعلا. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.